لقيت ناس كتير تليفوناتها بتضيع وبتعمل محاضر بطريقة غلط، وبالتالي التليفون ما بيرجعش او ما بيرجعش بسرعة، او المحضر ليه طريقة معينة عشان تقدر ترجع تليفونك. ده اللي ان شاء الله هنعرفه النهاردة. اول حاجة لازم يكون علبة الموبايل معاك، فلا قدر الله اذا موبايلك ضاع لازم تاخد العلبة وتروح لاقرب مركز شرطة ليك او المركز اللي ضاع في دايرته التليفون. بتعمل محضر، بياخد منك السيريال نمبر بتاع الجهاز، بيسألك الموبايل ضاع فين، لازم هنا تقول له ان ضاع في منطقة بتاعت او في دائرة القسم. يعني لو انت رحت اي قسم ايا كان هيسألك هو الموبايل ده ضاع منك فين، هتقول الموبايل ضاع في مكان يكون جنب الاسم مثلا عشان يكون ضاع في دائرة الاسم. بتعمل محضر، بيكتب لك السيريال نمبر، وبعدين بتتابعه في النيابة، ودي اللي هتكون الخطوة الأهم. ملحوظة هنا ان انت لازم مش لازم تعمل في الاسم اللي ضاع فيه مركز الشرطة اللي ضاع فيه الموبايل. المهم ان انت وانت بتسجل المحضر او بتكتب المحضر بتكتب ان هو ضاع منك في دائرة الاسم اللي انت بتعمل في المحضر. يعني لو انت موبايلك ضاع في اسكندرية عادي جدا تعمله في القاهرة، لكن بشرط تقول في المحضر ان مثلا الموبايل ضاع منك في دائرة القسم اللي انت فيه، سواء بقى اي قسم ايا كان فيه. دي ملحوظة مهمة جدا. بعد ما بتخلص المحضر بتروح للنيابة التابعة لها القسم اللي انت عملت في المحضر، بتعرف النيابة التابعة للقسم بتاعك ده اي نيابة، وبتروح النيابة بتسأل هناك على حاجة اسمها الجدول. تدخل على الموظف بتعطي له رقم البلاغ، هيشوفه الجدول وتقول له انا عايز اعمل رقم، عايز اعمل طلب تتبع. وبيكون طلب التتبع ده ليه صيغة معينة، بسيب لكم ان شاء الله لينك هنا تقدروا تحملوا منها الصيغة دي. بتاخد الطلب بتملاه وهو بيقشر لك عليه في النيابة. بعد ما بتقشر الطلب من النيابة بيتبعت لشركات الاتصالات كلها، وبتعمل حظر على السيريال نمبر ده. أي أول واحد يحط في الموبايل شريحة اتصال بتنزل جنحة باسمه. فهذه الاختصار لازم تعمل بالترتيب ده، طلب أو محضر، أي محضر عموما لازم تتابعه بصفة دورية عشان ما يتحفظش، عشان تجيب حقك فيه لو فينا أي نواقص تعملها. محضر سرقة الموبايل برضو لازم تتابعه كويس جدا في النيابة، وتعرف وصل لإيه، وتعرف وصل إزاي، هل اتعمل له نزل محضر، نزل جلسة، خد حكم غيابي، لأن كل حاجة هنا ليها حاجة معينة تقدر تشتغل فيها عشان تقدر ترجع موبايلك المسروق. يا ريت تمشي الخطوات دي بالترتيب عشان تقدر ترجع موبايلك، وعشان المحضر بتاعك يكون معمول بشكل صحيح. شكرا ليكم، سلام عليكم.